تحياتي لكم أعزاء مشاهدي قناة محبي الطيور. هذه بداية لترويض طائر البلبل المغربي الخلوي، هذا كضمن عند واحد السيد بارك الله فيه، قال لي ما تفرطش فيه، قلت له انا ندريسي كاع. انا مريض جالس في الدار دابا، تنقصر مع هاد الطويل هذا، منها توليعه ومنها دريساج، ولكن ما عرفتو ذكر، ما عرفتو انتوا اللي عنده شي معلومة على هاد الطير هذا يقول لنا واش ذكر ولا انتوا. انا كنظن انتوا، ولكن قال لي هو ذكر. طائر ويتروكن، الوطواط، طائر البلبل المغربي واللي راه بدا يولف شويه. هادي غير باش يكسب الثقة ديالي، باش انا نكسب الثقة ديالو، ماشي هو اللي يكسب الثقة ديالي، باش انا يبقى هو يثق فيا، فهمتيني؟ يعني لما كتهمش مع الطير هكا حدو قفز القفز القفز، راه ما يدير معاك والو. كيف ما كان الطير ما كتخرجوش من القفز، راه ما يولفكش مزيان. اوف، واطلقو في الزنقة باه يمشي ان شاء الله. هذا بين نديرو به فيديوهات من بعد، وما تدري سارة بين نديرو به شي فيديو في برا كاع من نطلقوه. هو تاكل وانا راه حداه، وتنصور فيه وكل شيء، تاكل بكل عفوية. الحمد لله راه بدا غير اللي تعرف الجنس ديال هاد الطير هذا، الله يجازيكم بخير، يقولوا لينا بارك الله فيك. تحياتي لكم، ادعوا معنا.